السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا لواحد الدرس كما شفتوا في الصورة، كيفاش نديرو نخدمو لاناب ولا غطاء طبلة، غطاء الطاولة اللي كي السفرة ولا كيفاش يقولوا ديال الأكل. يعني هذا الغطاء تيمكن له يجي في بزاف في كثير ديال الحوايج، ماشي غير في الغطاء ديال الطبلة ولا هذه. كما شفتوا التواب اللي غادي نشتغلوا عليهم الأقمشة هما هادو، عندنا هاد الأقمشة هادو بجوج، وعندنا هاد الطرف اللي هو صغير اللي هو غنشتغلوا عليه، يعني كنموذج، يعني ماشي بالضبط انها تكون طبلة كبيرة. المهم غير باش نوصل لكم الفكرة وتفهموا كل شيء. اول حاجة غادي نبداو بالقياس، يعني القياس كيفاش غادي ندير. هنا غنفهم لكم، اسمعوا لي مزيان باش تفهموا الفكرة، لان هاد التوب هذا كانت عطاتو لي واحد السيدة اللي هي كنت تواصلت معاها، قالت لي راه بغيت تصاوب لي هذا الموديل نشوف كيفاش كيدير تخدم. قلت لها راه ما عنديش التوب، قالت لي راه غادي نعطيك التوب، راه صيفطاتو لي، راه شاط التوب تجي تدي اللي بقى من هنا تنقولها لك. الطريقه هي هذه كما غنهضروا. كيفاش غنديروا نقبطوا القياس، كيفاش غنديروا نشدوا القياس. هو دائما تناخذوا العبار ديال الطبله، شحال عندي الطبله سواء كانت كاريه على شكل مربع ولا على شكل مستطيل، يعني القياس اللي كاين هنا سواء هنا ولا هنا، ما تنهضروش هنا. نديروا في مثال، حنا غنشتغلوا واحد الشغل غير نعطيكم كتجريبي، يعني نديروا في مثال عندنا في الطبله متر 40 سنتيم، يعني نتوما ديروا اللي بغيتو، متر 40 بغيتو ديروا 70 بغيتو ديروا 30، بحال دابا انا غنشتغل انا غير بطرف صغير، قطعه صغيره. الا عندنا متر 40 تبقى هاد الباندا اللي هي غنشتغل مع التوب اللي غادي يكون هنا في الجناب زايد، شحال يمكن لي، يعني انا باغي العبار، باغي العبار متر 40 على متر 40 على شكل مربع، يعني كما هذا كما هنايا. شنو كندير؟ كنشوف الجناب اللي عندي هنا شحال غادي ندير فيهم. راه واخا تكون مستطيله نفس القضيه غناخذوها، يعني ماشي مشكل، واخا تكون عندي هنا جوج متر على متر 40، عندي متر 10 على متر 30، المهم العبار اللي بغيت انا، دائما حر. نتوما فهموا غير الفكره واسمعوا لي باش واخا تنطول، يعني غير باش توصل لكم الفكره مزيان. يعني شنو غندير؟ عندي هنا متر 40، هاد الزياده شحال انا بغيت نزيد فيها. نديرو في مثال، انا بغيت نزيد فيها سيدي متر، بغيت نزيد فيها 20 سنتيم، يعني هنا هاد الزيادة اللي غتكون هنا، هاد الزيادة هادي بغيت ندير فيها 20 سنتيم. إذا هاد الطرف الوسطاني إذا كانت هادي 20 وهادي 20، إذا هاد القطعة الوسطانية تيخصني تكون فيها متر، لأن 20 زائد 20 40، وهادي متر 40 هي هاديك. وغندير حساب الخياطة، يعني بحال دابا هاد الطرف هذا اللي غندير فيه التوب يكون وافي، بحال دابا ندير إذا كان متر غندير فيه متر وستة سنتيم، يعني متر وستة سنتيم نقطع فيه هكا. وهنا 20 وهنا 20، هي هذه كتجيني متر 40 بين الخياطه اللي غنقبط وبين كل شيء. في كاين الاشكال، هذا العبار هذا الطرف الوسطاني هو اللي درنا فيه العبار اللي حنا فاش نقصنا من هنا ونقصنا من هنايا، يعني درنا العبار الوسط، خرجنا الوسط، بقاو لنا الجناب. الجناب ما تنعبروش نفس العبار ده هذا، لا، دائما عندي متر و6 هنا كنزيد 20 سنتيم من هنا و20 سنتيم من هنا، شحال هي؟ هي متر، غندير متر 40، يعني غندير متر 40 ديالي في هاد التوب هذا اللي تيكون في الجنب، وتا هنا تا في هاد الطول هذا اللي غادي يكون هنا تا هو متر 40، وحتى هنايا هاد الطول اللي من هنا تا هو متر 40، وهاد الطول اللي غادي يكون هنا تا هو نفس القياس متر 40. علاش كنديروا هاد العبارات؟ باش نهرسوهم، لان الطرف فاش غادي نصابوهم الا قلتي لي غادي دير متر 40 هنا وهنا متر 40، راه غادي يجيو مداخلين، اياه غادي يجيو هكا، غيتحطوا هكا بهذا الشكل هذا، يعني هذه متر 40 وهذه متر 40، في الراس غادي يتلاقاو بهذا الشكل، غادي يجيو واحد فوق واحد. وهانتوما غتفهموا الفكره اللي غادي ندير واللي غنشتغل عليها، نتمنى تفهموا الفكره. وهنا غنوريكم التوب وغتفهموني حتى انا درت نفس القياس، خديت هذا الطرف هذا اللي هو قطعه صغيره اللي هو هذا كما كتشوفوا هنا، راه قطعه صغيره، وغادي نفصل عليها، فصلت عليها هاد الزيادات هادو اللي بغيت، راه درتهم طوال، يعني نفس الى جينا نشوفو راه غادي يجوني خارجين هنا وغادي يجو نفس الطول لهيه. هانتوما غتفهموا الفكره، نتمنى ما نكونش طولت عليكم. المهم دخلوا نيشان للفصاله باش تشوفوني شنو غندير. انا بالنسبه لي كما وريتكم راني اشتغلت على هاد الطرف هادو اللي هما خدمت عليهم، اذا هو هذا راني صاوبتو مضوبل، يعني انا باغي هنا غير 15 سنتيم، درت 30 سنتيم على جوج، وفي نفس الوقت نفس الطول نفس الطريقه اللي شرحت في الكتاب هنا. الى لاحظتوا فاش غادي نجي نحط الطول غادي يجيني واحد
على واحد بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا هنا هاكا بهذه الطريقه هذه غادي يجيني. اذا في الفصاله شنو غندير انا في الفصاله؟ الفصاله ديالي شنو اللي غادي ندير؟ هي هذه كما غتشوفوا هنايا، غنطوي التوب هاكا على جوج، وهذيك ال 20 سنتيم اللي انا زدتها انا عندي هنا خادمها ب 15 سنتيم، وتعمدت ندير هذا الطرف كبير مع الطرف، باش ما تقوليش راه ما يجيش في طرف كبير، راه يمكنك دير القياس اللي بغيتي غير تفهم الفكره. هذاك العبار اللي انا زدتو هو اللي غادي نرشمو هنايا كما غتشوفوا معايا هنا بهذه الطريقه هذه، رشمته هنا، هو هذا العبار اللي انا زدت. هذا العبار اللي زدت هو اللي كنديرو بهذه الطريقه هذه نيشان كما غتشوفوا هنا هاك. بهذه الطريقه هذه هنا تيكون الحرف، وهنا تكون الرشمه. بسم الله. وتنقطع عادي التقطيعه ديالي، نفس العمليه غادي نديرها حتى من الجهه من هنا، نفس القياس دائما. هذا هو القياس اللي انا فهمت لكم. العبار اللي انا زدت دابا الفكره غتكون قدامكم واضحه، والساعه اللي غنخدمها راه غتبان لكم مزيان وغتفهموا الفكره. الطريقه كما فصلت هذه غنفصل القطع الاخرى باش ما نطولش عليكم، ونسالي ونوريكم ديك الساعه باش ندخلوا في الخدمه. هنا من بعد ما قسمتهم راه عندي انا اربعه القطاع، غادي يكونوا اربعه القطاع اللي هما كما شرحنا هنا وهنا وهنا، درنا نفس الطول. هاد ال 20 سنتيم هي اللي دخلناها من هنايا لهنا وقطعنا من هنا، يعني هذه الطريقه شنو كاين. هنا الفكره غتكون توضحات قبالتكم، يعني باش غادي يجيني بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا هنا. دابا بقات غير الخياطه، لان الطريقه اللي خدمت اللي غنخدم ديال جوج الوجوه، يعني ضوفه تستخدم وتحط على الوجه اللي بغيتي باش الطرف يجي هذا هنا. نفس العمليه تدهدو بجوج، انا خلاص راه عندي هادو جوج طراف طوال وهادو جوج طراف صغر منهم، ما يمكنليش نخربقهم باش حيت خصني نلاقي، انا خصني هادو هاد الاخر خصو يجي هنا ويجي هنا، وهذا خصو يكون يجي هنا من التحت باش عاد نقاد ديك الساعه في الخياطه راه غنوريكم. المهم دابا غير فهمتكم راه الصوره توضحات قبالتكم، ندوزو دابا للخياطه وتشوفوا الطريقه كيفاش غادي نديرو نخيطوهم. بالنسبه هنا غادي نجيو للخياطه، كما قلت لكم عندي جوج د القطاع طوال وعندي جوج د القطاع قصر منهم شويه. الا كانوا مربعين ما ديروش هذا الشيء، الا كان في شكل مربع ما تخافوش، يعني لاقي. انا بالنسبه لي خصني ناخذ الاحتياط، يعني نلاقي طرف مع طرف ونولي نلاقي الاخر ونولي نلاقي الاخر بهذه الطريقه هذه. يعني هذا ما نلاقيهش مع اخوه، لا غنخلي هذا في الثقار وغنهز هذا وغادي نلاقيه مع هذه القطعه هذه كما غتشوفوا هنا، وخصني ننتبه لها. ها انتم، يعني هذه القطعه اللي كانت عندي هي الطويله، خصني ننتبه وغادي نلاقيهم بهذه الطريقه هذه. غنمشي معاهم هاك، نمشي على شكل مثلث هاك على شكل هرم ونلاقي. بسم الله. كنجي للراس هنا وندور. بهذه الطريقة هذه الأول لقيتو، نشوف هذا القصير غادي نولي نلاقيه مع الطرف اللي طول هنا شوية بنفس الطريقة اللي خدمت بها الأول. هي راه ساهله في الخدمه ديالها، الا فهمتي لها الفكره راه ساهله ما صعيباش. بقالي هاد القطعه هادي
هنا فهاد القطعه الثالثه هنا خصكم تنتبهوا باش ما تجيكمش مقلوبه. اذا شنو خصني نتابع؟ خصني نمشي مع الخط هكا مع الخط هكا مع الخط هكا حتى نجيبها لهنا القطعه اللي انا بغيت. هنا تقد تسد وتجيبها مقلوبه تبقى تبع الطراف وتقول راني غادي هو هذاك وهي لا. هنا انتهيت. الى شفتوا معايا وقلبنا الريوس خرجناهم مزيان ولا تخرجوهم بشي اداه مزيانه ماشي مشكل. هنا انتهينا هانتوما القطعه هي هذه. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي نركبها الطرف غنشوف القياس اللي عندي انا فينا هو القياس الطويل والقياس الصغير. اذا القياس الطويل هو هذا القياس الصغير ما غاديش يجي هنا. اذا هذا هو القياس الطويل. شوف غادي نخدمها بالمقلوب يعني غنخيط هذه. اذا كانت هذه هي داخل الخياطه عليها غادي ندير حساب السنتيم وغادي نخيط من هنا من هذا الوجه هذا. الا نتوما كتشوفوا ها نتوما الخياطه فين هي من هنا. الخياطه الاولى غنقبط العبار ديالي وغادي نخيطها على هذا الوجه من هنا من الداخل كلها غنمشي معاها من الداخل وغنتابه الطرف اللي هو طويل بهذه الطريقه هذه. تنرشم في البلاصه فين دايزه الخياطه وتندور. دائما الليبرا كتركب في البلاصه اللي فيها الخياطه. هنا وصلنا للمرحلة الأخيرة هي هذه. إلا لاحظتوا معايا ها انتم كما تشوفوا هنا
هنا رشمات، غادي نجي لهاد الرشمات هادو ونجيب المقص. انتما الى لاحظتوا في البلاصه اللي فيها الخياطه فيها تبوانتات ليبرا، وكملت هنا خياطه كل هذا السعيريه. دابا عاد باش نقلبوا باش جينا على حساب جوج الوجوه، ولا اني هاد الريوس هادو غادي نرشموهم من هنا بالمقص، نرشموهم هنايا بهذه الطريقه هذه باش ما يعطيوناش التكماش في الخياطه بهذه الطريقه هذه. غنجي لهنا البلاصه فين كاين الخياطه وندرس مع المقص، صافي هي باش ما تعطينيش التكماش، هي ترشمهم باش ما يعطيونيش هنا. درنا عليهم كاملين. دابا الفكره راها واضحه، شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا غير الثوب هذا هو، نجيبوه هنا عليها ونخيطوه، ولكن غادي هاد الطرف الثاني ها نتوما من بعد ما طويناه، شوف هادي كتدخل وهاد الخياطه كتجي فوق هاد الخياطه، كتحاول تجيبها فوق منها باش ما تبانش هاد الخياطه هادي هنايا. حتى هذا هنا في الريوس غادي نضرب لهم واحد الرشمات صغار باش ما يديرولوش التعرقيل، هي صغار هكا بهذه الطريقه هذه، كل بلاصه غادي نرشمها باش تساعدني على الخياطه ديالي. تمشي بهذه الطريقه هذه، شوف تنجر من هنا، نقرب لكم هكا الكاميرا باش تعطيكم مزيان، كنجر من هنا كنجبد الثوب اللي عندي هنا وعاد تنطوي هذا باش يعطيني الطوع، ونحاول ما نجبدوش، نحاول نمشي معاه مزيان ما نجروش بزاف، نحاول نمشي معاه نفهمو باش ما يجينيش مبروم من هنا.
هنا قربت ننتهي منه كما تشوفوا هنا. شوف راه صعيب شويه، هذا اصلا مخرخ، وانا مشيت درت القياسات توب هرب لي في العبار، كان عليا ندير هادو الصغار شويه باش يجيوني مضطره نضطر نتيريه الا لاحظتوا. وين المهم انا الفكره من هادشي كامل هو تفهموا هي الطريقه كي تدير تخدم على جوج ديال الوجوه كما كتشوفوا هنا. هنا انا شرفت على الانتهاء ديالها. الغرض من هادشي كامل هو انها توصلكم الفكره. هنا انتهيت، انا نوريكم فوق الطبله باش نخدموا ليها المصلوح باش نحددوها وتشوفوها كيفاش دايره. هنا من بعد ما انتهينا منها الشكل هو هذا، كتخيط على حساب جوج الوجوه. شنو تيبقى لنا؟ تيبقى لنا ضروري من المصلوح. انا الغلط اللي درت كما قلت لكم هو انني درت هاد الطرف هذا درته كبر من القياس، كان عليا نديرو صغر منه باش يجيني، لان ما تبتش العبار هذا الوسطاني ما قبتش العبار ديالو، اما هي غتجي احسن من هكا وتجي مفينيه على هكا وين واخا هكداك. المهم الغرض هو ان الفكره وتشوفوا الموديل ضروري بالنسبه للمصلوح، ضروري خصها تصلح. يعني انا كان الاغلبيه بحال هذه الخدمه هذه كنديها للديغريساج، يعني كنديها للمصبانه الفين تيحددوا تما البريصه اللي كيحددوا بها الجدال بالقواطن، هو اللي تيحددها لي اكثريه تعطيه هو يخدمها لي. كيفينيه كتكون عنده البريصه تيهبط عليها مزيان كتحدد تيجيبها لي مفينيه، ما كاينش مشكل. بالنسبه هنا حنا اللي ما عندوش ولا هذه غادي نشتغلوا بهاد الاداه هذه، يعني عندنا هذه هي كما كتشوفوا هنا نخدموا بها. بسم الله تنهرسوا الريوس هما الاولى بهذه الطريقه هذه صافي. هنا من بعد ما انتهيت من الاصلاح ديالها هي هذه كما كتشوفوا هنا طلعت بهذا الشكل هكا خلاص. راه وكان درتها ناقصه راه غتجي مفينيه على هكا وغادي تجي احسن من هكا. المهم الغرض من هذا الشيء كله هي باش توصل لكم الفكره، شرحنا لكم هنا الطريقه كيفاش كدير تخدم. المهم الا كان هذا الدرس يستاهل ما تنساوش لايك، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم باش تبقى دائما يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس. بالنسبه للملاحظه اخيره بالنسبه للاسئله راه ما تردش عليهم في القناه، راني مقرر ان شاء الله غادي ندير لايف، نبقى ندير لايف كل اسبوع تقريبا جوج لايفات ولا لايف واحد، وفيه غادي نبقى نرد على الاسئله. غادي نحدد ان شاء الله النهار والتوقيت اللي غنعلمكم به ان شاء الله، وغنبقى ندير فيه دائما في ديك الساعه غنبقى ندير لايف وغنبقى نرد على الاسئله، على الاقل تكون حلقه في الاسبوع. بالنسبه ما كنساليش عندي العمل. المهم نتمنى انني فدتكم، وما تنساوش راه كاين الجديد ان شاء الله وشي حاجه اللي غتعجبكم ان شاء الله تكون مزيانه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.